الأوضاع في حمص. معنا من هناك أبو محمد الحمصي، عضو شبكة شام. أبو محمد، كيف هي أجواء الاستعداد للعيد في ظل هذا الحصار الخانق من جانب النظام لمدينة حمص؟ السلام عليكم. نعم، وعليكم السلام. الأهالي الآن يستعدون للعيد ولا يوجد سوق في حمص، يعني أسواق حمص القديمة والجديدة جميعها هدمت، والأهالي يستقبلون العيد بأصوات الانفجارات والصواريخ التي تتساقط عليهم، وخاصة في أحياء حمص المدينة والخالدية، حيث تشهد هذه الأحياء التي ذكرتها، يعني أحياء حمص القديمة وجرد الشيار والخالدية، قصف الهاون، وخاصة أحياء الخالدية اليوم، يعني الآن انفجارات عنيفة تهز الحي ومركز القصف والكلية الحربية وحي العباسية الموالي للنظام، وأيضا يعني منذ قليل تجدد القصف على مدينة القصير، مما أدى لسقوط الشهيد إياد العمر، وتأثرا بقذيفة هاون سقطت على منزله. أيضا ريف حمص الجنوبية وتحديدا قرية البويضة الشرقية، الآن الطيران المروحي يحلق فوق سماء المنطقة ويلقي حاضنات القنابل العنقودية، يعني الآن البويضة الشرقية في القصير تتعرض للقصف بالقنابل العنقودية، وأيضا تتعرض مدينة الرستن للقصف المدفعية ورجمات الصواريخ، مما أدى إلى سقوط 3 شهداء حتى الآن، يعني والشهداء هم الطفلة آية طلاس وعبد الله طلاس، والطفلة أيضا هاجر طلاس، والمشفى الميداني يعني الآن مليء كما ذكر لك الأخ منذ قليل، الكادر الطبي يعني لا يوجد اي كادر طبي في مدينه الرستن، وفي حي دير بعلبي يجري الان اطلاق نار من شبيحه العباسيه على الحي، وهذا يحصل كل يوم في هذا الحي، ومنذ قليل في القريتين سقطت عده قذائف من الدبابات على اطراف المدينه مع تحليق لطائره في سماء هذه المنطقه، وفي خبر عاجل الان وردنا تتحرك دبابات من كتيبه المصخر القريبه من منطقه ابل، يعني وتبدا القصف الان على القريه، يعني الان قريه ابل تتعرض للقصف بالدبابات. يعني إذن تحركات جيش النظام أو قوات النظام حتى اللحظة لا تشي أو لا تبشر بأنه يمكن أن يكون هناك وقف لإطلاق النار خلال الساعات القليلة المقبلة، أليس كذلك؟ أبو محمد، هل ما زلت يعني معي؟ بالنسبة للهدنة، تفضل أسمعك. يعني هي لن تثمر عن وقت. نعم، بالنسبة للهدنة هي لن تثمر عن وقت القتل، والنظام سينتهك أي هدنة هو بالأصل سيوافق عليها، لأن لديه نية سيئة، يعني هذه النية يعني تمكن في تعزيز قواته في هذه المدن، هو لن يلتزم بالهدنة، هو وافق عليها فقط لتعزيز مواقعه، وخاصة في مناطق إدلب وحمص وأحياء حمص المحاصرة، يعني حمص الآن لا أحد يستطيع الدخول والخروج إليها، يعني النظام يحاول الآن تعزيز قواته في مداخل ومخارج حمص لكي يعني يستطيع مقاومة الجيش الحر هناك. نعم، طب أخيرا، ماذا عن تحدثت عن فقدان الكادر الطبي كما هو حادث في درعا، ماذا تسفر هذه أو انعدام الكوادر الطبية عن أوضاع إنسانية موجودة لديك؟ نعم، يعني نحن لدينا في أحياء حمص المحاصرة التي ذكرتها 800 عائلة، يعني هذه العوائل موجودة في أحياء حمص القديمة، تنقطع كل وسائل الحياة، يعني لا كهرباء لا مياه لا دواء لا طحين واي شيء، يعني كل شيء مقطوع عن هذه المناطق، يعني والان هم يطلبون الدعاء من اخوانهم يعني في الاماكن المقدسه في فك الحصار عنهم، فقط يعني فك الحصار عنهم، لان اطفالهم يعني فقدوا منازلهم وفقدوا مدارسهم وفقدوا الطعام والشراء وفقدوا يعني الطفوله والامان، حتى فقدوا الفرح بالعيد، يعني احياء حمص الان الاطفال والنساء الان محاصرون، ليس لديهم طعام ولا شراب ولا حتى أدوية. نعم، أبو محمد الحمصي، عضو شبكة شام، كنت معنا من حمص، شكرا جزيلا لك. إلى حماة